السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نديمونطريو نشرحو مزيان سيتاب لأول مرة في المغرب باش تهنا من شي حاجة سميتها السدان أو لا ما عنديش أداكاونت أو لا مقدرش نسكيلي اكسيتيرا. أول حاجة غادي نشرحو هو لي زافونتاج و لي زانكونفينيون ديال كل ديال لي زاداكاونت ايجنسي و لي زاداكاونت العاديين. بالنسبة للناس اللي باقي كتخدم الأداكاونت العاديين فغيمون هما اللي تيعانيو بزاف. علاش؟ لان فيسبوك محكره في الفاكتوراسيون البيمون، هذه الاولى. ثاني حاجه هو ان سوسبند والريجيكت ديال لي زادز كيكونوا بزاف سورتو في الحمله. ثالث حاجه هو ان البيرفورمانس ديال لي زاد اكونت العاديين تيكونوا ماشي سترونغ، يعني دو بريفيرونس انا كتخدم بالايجنسي اد اكونت هما اللي تيمكنوك انك تكون عندك انليميت ديلي سبند، يعني ما عندكش ديلي سبند في 50 دولار بحال الاد اكونت العادي، ما تقدرش تسكيلي بهذا الاكونت عادي او لو يكون عندك بزاف ديال لي زاد اكونت. الناس لقاو الحل بانه تيمشيو تيخدموا بلي زاد اكونت العاديين، لي زاد اكونت العاديين لي زاد اكونت ايجنسي عفوا هما الناس اللي كيسكيليو. ولكن واش عارفين بان الا عولتي على اد اكونت واحد واخا يكون ايجنسي تقدر تسكيلي به؟ ولكن اغلبيه ديال الناس ادفانسد كيمشيو تيسكيليو بزاف ديال لي زاد اكونت ايجنسي. تقدرش تعول على اد اكونت واحد ايجنسي، علاش؟ لان بارفوا بيرفورمانس ديالو ما تيكونش سترونغ. هذا كاونت واخا يكون ايجنسي ماشي يكون سترونغ، ماشي كاع لي زاد اكونت ايجنسي سترونغ. يعني كيف ما كتيستي برودوي كرياتيف، كيف ما كتيستي اودينس، كيف ما كتيستي اي حاجه مثلا في فيسبوك، خصك تيستي حتى لي زاد اكونت. بارفوا كيكون كتكون خدام ترونكيل كتجيب الكوست بصفر صيله 5 1 2 خدام ترونكيل كيطيح لك شي اد اكونت كترون بلاصي باد اكونت واحد اخر بنفس الخدمه ما كيجيبش لك بيرفورمانس. وهذه الدراري اللي كيخدموا تيسكيلي وراه عارفين هذه القضيه مزيان. يعني ميمكنش انت تمشي تاخذ واحد الاد اكونت واحد والاول غادي تسكيلي به، لان واحد النهار تقدر تطيح ليه البيرفورمانس غير خصك تاخذ واحد اخر او لا ثلاثه ولا اربعه باش تقدر تسكيل. الناس اللي كيبيعوا لي زاد اكونت كيبيعوا 100 دولار تقريبا الاد اكونت شهريا بلس الفيز. واش تقدر انك تسباندي بزاف ديال الفلوس؟ سبعه مثلا تحل سبعه ديال لي زاد اكونت باش انك تسكيلي. عندك بزاف ديال لي نون طومين، بزاف ديال لي برودوي، بغيتي تسكيلي بزاف ديال لي زاد اكونت. انا هنا فين كاين سكيل، هنا فين كاين سكيل، كتسكيلي بالبروداكت وكتسكيلي حتى بلي زاد اكونت. بزاف ديال الناس ما تيعرفوش ليها. دونك ملي كتجي كتبغي تاخذ بزاف ديال لي زاد اكونت ايجنسي تقام عليك غالي، خديتي غير 7 ديال لي زاد اكونت خاصك تخلص 700 دولار في الشهر، يعني 100 دولار كل واحد بليس الفيز 5%. شوف انت شحال كتسباندي اضرب لها الكالكول غتلقى فريمون سالير ديال دو بيرسون يقدروا يسكنوا معاك البيزنس ديالك كتحطها غير في لي زاد اكونت. سي او دي اف لاول مره كما قلنا في المغرب عندنا سوليسيون اننا كنكريو لك سيت اب هاد لاجونس لي بارتنرشيب ديريكتومون مع كاع لي بلاتفورم فيسبوك جوجل تيك توك سناب شات وكاينين بزاف ديال البلاتفورم وغنديمونطريو هادشي كامل في الفيديو. دونك كنقادو ليك سيت اب دو ا ا زد كنمكنوك انك يكون عندك اكسي لون اجونس بارتنير معاها فلاشين وكتكري بها الانليميتد اد اكونت ولا ما تخلص حتى شي فيز ولا حتى شي اشتراك شهري. يعني كتحل شحال ما بغيتي ديال لي زاد اكونت سكيلي كيف ما بغيتي وما عمر ما غيكون عندك بروبليم ديال انا ما عنديش اد اكونت او لا عندي اد اكونت ماشي سترونغ ولا. دونك خصك ضروري انك تسكيلي لي زاد اكونت يكونوا كاملين ايجنسي بلا ما تخلص لا فيز لا اشتراك شهري. دونك اليوم على بركه الله غادي نديمونطريو لا بلاتفورم اللي منها كنقدر نكريي انليميتد ديال لي زاد اكونت. كما كتشوفوا هنايا مكريي بزاف ديال لي زاد اكونت 1 2 3 4 كنقدر نسويتشي هنايا كنقدر نخدم اوتوريز بزاف ديال لي بروفايل عندي. انا بغيت اوتوريز هاد البروفايل دونك سي جوست غادي نمشي ندير اد يوزر اوتوريزي ان بروغريس. انا مثلا داخل لواحد بوك كونتينيي هنا غادي نديرو اكتيفي بوغ توت لي زونتربريز اكتويل فيوتشور اولا غادي نعطيو هنا كنسيليكسيوني لي باج كاملين اللي عندي انريجستري انا اكسيديت للبروفايل عندي جي كونتري. دونك هنا غادي نكون درت لوتوريزاسيون ديال يعني غنكونو اوتوريزينا كيما قلنا هاد البروفايل هذا. دونك يسوفي باش نمشي للاكونت ليست ومن هاد البروفايل غادي نابلاي فيه دي زاد اكونت ايجنسي جداد. دونك هنايا غادي نمشيو للاونبوردين ديالنا هنا فين كنكريي بيزنس مانجر ديالي وكنعمل لي زانفورماسيون ديالي اللي بيان سور غادي يكونوا كلشي عندكم ليه
يعني لاكسي ديالهم هنايا. بالنسبه للسيكتور كتقدر مثلا تخدم تقول لهم اي كوميرس هنا، اللايسنس ديالك اللي غنكريو ليك هنا، الكود سوسيتي، يعني كل شيء. هذا الشيء هذا اللي كاين هنايا كله غادي نخدموه معاك، وكلهم غادي يعني سيت اب غادي تلقاه مقاد ديجا في هذا الاونبوردين هذا. من هنايا فين كدير ريكويست لي زاد اكونت ديالك اللي غادي يكونوا على هذا الشكل هذا، مشوشي يعني بروفايل اللي ديجا ابلاينا فيه دي زاد اكونت. دونك هنا فين كدير ريكويست ديالك لي زاد اكونت، هنا فين كت يكونوا لي زاد اكونت ديالك، هنا فين تيكونوا لي واش ابروفي ولا ريجيكتد، على حساب انت شنو 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 درتي. بحال مثلا دابا هنايا هذا اندر ريفيو، هذا مثلا قالوا لنا بان خصنا نبدلوا الويب سايت ديالنا لاننا فيه يو كان بون شوب. هنا دو ابروفد هنايا عطاونا الريزن اننا خصنا نبدلوا لاباج، عطيناهم ديجا واحد الباج اللي ريجيك اللي سسبوندي ودوزنا ليهم ابروفا واش لينا. يعني كتقدر تكري من مورا ريجيكت عادي دي كونط وحدين اخرين شحال ما بغيتي، الدومين اللي بغيتي تقدر تاجوتي بزاف ديال لي دومين الا بغيتي، بزاف ديال لي باج اكسيتيرا. بالنسبه للبيمنت هادشي كيتقال كما قلنا كيتطبق على جوجل، على تيك توك، على سناب شات، على كاع لي بلاتفورم. داكور، باي ذا واي هنا راه كاينين بزاف ديال لي بلاتفورم من غير جوجل وسناب شات، كاين لينك ادز، كاين تويتر، كاين طابولا، يعني اي اد اكونت بغيتي اي بلاتفورم بغيتي تخدم معاهم راه بخي انهم يخدموا معاك. دونك بالنسبه للبيمون كيف ما قلنا انت اللي كدير التوب اب ديالك راسك، حتى شي واحد يدير لك التوب اب، كتكون ديجا ملينكي بايونير ديالك ولا علي بي ديالك مع لو كونت، كتكونفيرمي، كتكون عندك لا ريشارج هنايا كيف ما كنشوفوا. غادي نرجعوا للاكونت غادي نشوفوا شنو هما لي كونط لي ديجا شارجين. فوالا مثلا هنايا داكونط 4 حطينا فيه 100 دولار، بغينا نشارجيو باغ اكزومبل داكونط 1 لا نشارجيو شي داكونط واحد اخر. هنايا غادي نديرو مثلا 35 في البالونس باغ اكزومبل داكونط، غنديرو هنا تقدر تشارجي 100 دولار هي اقل حاجه من بايون ديال ديمو، سينو انا ديجا حاط لا بالونس في الكونت. دونك غادي نقدر نشارجي 35 سون او كان بروبليم. وهنايا اهم حاجه هي زيرو فيز، داكور، دونك هنا اللي شفنا زيرو فيز يعني 0.3 كتكون هادي الترانزاكسيون، دونك ما كتصرفش حتى شي حاجه في الفيز. وهنا غنسميتي وغادي نأجوتي هاد الاكونت 35 دولار، كنكونفيرمي كومبليت. غادي نمشيو نشوفو لي زاد اكونت ديالنا دابا، تلقاهم ديجا تشارجات لينا ونقدرو نخدمو بهاد الاكونت نورمال. دونك انا فين غادي نمشي مثلا غادي نمشي للفاكتوراسيون، غادي تلقاو هاد الاكونت ديالنا ديجا تشارجا هو هاد الاكونت 1. غادي نمشيو نشوفو البيمنت، ندخل الديتاي جو سي با واش شارجينا الان ولا مغا دو عشرة، دونك تيكون في لو دو. دونك فوالا غادي نلقاو هنايا بأنه عندنا مونطوغ ريستون 0.1، أنا كريدي غادي ديسب. دونك شارجينا الأتاكونت 3، دونك غادي نمشيو ندخلو الأتاكونت 3 هنايا ونشوف واش تاجوتات لينا 35 دولار. فوالا انا مونطوغيستون 35 دولار، دونك تسبندي 35 دولار لي شارجيتي بسون اوكان بروبليم. هنايا كريدي ديسبونيبل اي في، يعني ايجنسي هاد اكونت سبندي الانليميتد شحال ما بغيتي ما عندكش بروبليم. دونك هادشي اللي كاين بخصوص يعني الانليميتد هاد اكونت. كيف ما قلنا اهم حاجه هو انك تسكيلي بلي زاد اكونت، لان البيرفورمانس هذا ماشي هي ديال هذا واش سترونغ، يقدر هذا يخدم لك مزيان، هذا ما يخدمش لك مزيان، هذا يخدم لك مزيان، هذا ما يخدمش لك مزيان. دونك هذه هي الفكره، لانك تكري الانليميتد هاد اكونت بلا ما تحتاج حتى شي واحد يبيع لك هاد اكونت، يضرب معاك الفيز، يسباي لك على البروداكت ديالك، البيمنت غادي تعطل عليك، تفات غير الكومبين
وبغيتي تعاود تشارجي وبقات غير طفات وعاود تشعلات راه كتخسر البيرفورمانس ديالها. كاينين بزاف ديال لي زافونتاج انك تاخذ سيت اب يعني اون فوا بور توت لايف تايم، كتاخذو مره واحده كتاخذ هذا لاكسي كتخدم فيه افي. كيف ما قلت لكم كيكون عندكم واحد لاسيستون ديالك اللي تيكون هو البارتنير، هو اللي كيعاونك باش تابروفي لي زاكونت كاملين اللي كدير لهم ريكويست. يسوفي باش انك تخدم يعني تكونسونطرا بزاف على الماركتينغ، وتكونسونطرا بزاف على يعني الخدمه ديالك لاندي بيج برودكت بيج، تشوف لي زونغل ماركتينغ الكرياتيف، ما تيبقاش عندك بروبليم في الاد اكونت. ما تخدمش ليك اد اكونت خليه وسير اد اكونت واحد اخر. كري شحال ما بغيتي ديال لي بيكسل عندك هنايا لي بيكسل، شحال ما بغيتي ديال لي باج كتكري دي باج جداد ولا قدام، ما عندكش مشكل. دونك اهم حاجه قلنا هو انك كتهنى من شي حاجه سميتها يعني لي زاد اكونت. فوالا هذا هو السيت اب. دونك اللي انتريسي يخلي ليا في الفيديو يخلي ليا في يعني في واتساب انتريسي، ان شاء الله غنتواصلوا معاك بخصوص يعني البيمون كيفاش يدوز البيمون. ومرحبا بك.